السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم طلابي الأعزاء، طلاب صف ثالث مع درس جديد من دروس المادة الدراسات الاجتماعية وهو درس الهواء. درسنا فيما سبق الماء، واليوم ندرس الهواء. هل الهواء مهم؟ الهواء مهم طبعا لتنفس الكائنات الحية، لا يمكن أن نعيش حتى لو لفترة قليلة بدون تنفس غاز الأكسجين. درسنا ذلك في العلوم. نعم، أنظر وأفكر، ما هذا الشكل؟ هذا غواص، نعم غواص تحت الماء. ما هذا؟ هذا يحتاج لتنفس، نعم، لأنه يصل به الهواء، التنفس، عملية التنفس داخل البحر. يتكون الهواء من عدة غازات، أهمها بالنسبة لنا نحن غاز الأكسجين الذي يتنفسه الإنسان والحيوان والنبات. بدون التنفس لا نستطيع أن نعيش ولو حتى لدقائق معدودة. لا تعبث وتحاول أن تكتم نفسك لفترة، فهذا يؤدي إلى أخطار شديدة جدا. إذا لم يصل الأكسجين إلى خلايا المخ لفترة قليلة فإنه يحدث بها آثار مدمرة. لا نعبث في التنفس، لاحظ جيدا. هنا أشعر بوجود الهواء من خلال الألعاب، حركة الألعاب، نعم، الكيس الطائر هذا الهواء، حركة الأشجار، رفرفة العالم، كل هذه تشعرنا بوجود الهواء. من فوائد الهواء هنا عندي مجموعة من الصور. الصورة الأولى، هذا مركب شراعي أو سفينة شراعية. كيف تسير؟ تسير عن طريق الهواء، نعم. يبقى يسهل الهواء حركة المراكب أو السفن الشراعية. ما هذا؟ هذه السحب. من الذي يحمي سحب هذه؟ بالتأكيد هو الهواء، وينقلها من مكان إلى مكان لنزول المطر، نعم. أيضا ما هذه؟ هذا النقل الجوي أو الطائرات. يبقى حركة الطائرات يسهم فيها حركة الهواء. حركة الطائرات، هذه ملابس، الملابس معلقة ومعرضة للهواء والشمس. لماذا؟ لماذا نفعل ذلك؟ لتجفيف، نعم، تجفيف الملابس بعد الغسيل، بالتأكيد. أنظر وأكتب. الماضية كانت هذه ماذا؟ كانت فوائد الهواء، فوائد الهواء. الآن ماذا تشعر؟ هل تشعر أن هذه الأشياء من الفوائد الهواء؟ مركب يكاد أن يغرق هنا، هنا عواصف ترابية تضرب كثير، حركة أمواج عالية وحركة، وتكاد الأشجار والنخيل أن تقتلع، هنا اقتلعت من أماكنها. هل هذه فوائد؟ لا لا، هذه عكس الفوائد، هذه الأضرار التي يمكن أن تنجم عن ماذا؟ عن الحركة الشديدة للرياح. نعم، الهواء عندما يتحرك بشدة نسميه رياح، ريح. الهواء المتحرك بشدة اسمه الرياح. فما الأضرار التي يمكن أن تحدث عند هبوب الرياح الشديدة؟ رقم واحد مكتوب عندي، تحطم القوارب وغرقها في البحر. نعم، ماذا أيضا؟ هذه هبوب، نعم، ماذا؟ هبوب العواصف الترابية. ماذا أيضا؟ ارتفاع أمواج البحر. ماذا أيضا؟ اقتلاع الأشجار من أماكنها عند ارتفاع أمواج البحر، والعواصف الترابية من الصحاري، وأيضا اقتلاع الأشجار. فحركة الرياح الشديدة تؤدي الكثير من الأضرار، وينبغي علينا أن ننتبه عندما يكون هناك هبوب شديد للرياح. كمثال، لا نقترب من الطرق القريبة من الصحاري لأنها تكون هناك عديمة الرؤية بسبب العواصف الترابية التي تمنع الرؤية أو السير في هذه المناطق. أسباب التلوث، لابد أن يكون الهواء نقيا حتى نحافظ على الجهاز التنفسي الذي نتنفسه. نعم، ما أسباب التلوث؟ من الذي يقوم بالتلوث؟ تلوث الهواء، بالتأكيد نحن، بالتأكيد نحن كإنسان. عند رقم واحد،
كثرة أعداد السيارات التي تنتج الغازات الضارة. نعم، إذن السيارات من عوامل تلوث الهواء. ما الذي يستخدمها نحن؟ وما الذي يشم هذا الهواء الملوث؟ نحن. إذا نحن نتسبب في ماذا؟ في الضرر أو الإضرار بأنفسنا. التقدم الصناعي وزيادة دخان المصانع. نعم، كل هذا يزيد من التلوث بشدة بدرجة شديدة جدا. من الذي يقوم بعمل هذه المصانع؟ نحن للأسف. الانفجارات البركانية التي تلوث الهواء بالغبار والبخار، وهنا ليس لنا دخل فيها، فهي ظاهرة طبيعية لا دخل الإنسان فيها، أو ظاهرة طبيعية. ماذا أيضا؟ انتشار الحرائق في الغابات، قد يكون هذا بفعل الإنسان وقد يكون فعلا طبيعيا. الرياح التي تثير الغبار قلناها من قبل، وهذه من نعم من أضرار الرياح، أنها تثير الغبار الذي ينشر التلوث في أرجاء المدن. سوء استخدام المبيدات الحشرية في الزراعة وأيضا في البيت. نجد الكثير يستخدم المبيدات الحشرية بكثرة، يقول لمنع الحشرات، ولكن هذا يعود علينا بضرر آخر، وهو نعم أضرار الجهاز التنفسي. فنجد الكثير منا من يصاب بالسعال وأمراض الجهاز التنفسي. يجب أن ننتبه في استخدام المبيدات الحشرية، أن نستخدمها باعتدال. وأيضا الآن عندما نستخدم المطهرات في ظل ما نحن فيه، نستخدمها أيضا بماذا؟ باعتدال، لأنها أيضا هذه الرائحة تؤثر على ماذا؟ على الجهاز التنفسي. إذا المطهرات استخدامها بإسراف أو بكثرة شديدة يؤدي إلى سوء أو إضرار أضرار بالجهاز التنفسي. تعلمنا من خلال السورة السابقة أن الإنسان دور أساسي في تلوث الهواء. نعم، لأننا نحرق، لأننا نقيم مصانع شديدة التلوث، لأننا نستخدم الكثير من السيارات. الهواء الملوث هو الهواء المختلط بالأتربة والغبار والدخان أو الروائح الكريهة أو المبيدات الحشرية والجراثيم. بهذا الهواء الملوث، ما هو الهواء الملوث؟ هو هواء به أتربة، غبار، دخان، روائح كريهة، مبيدات حشرية أو جراثيم. كل هذه أنواع للهواء الملوث، وقد نكون نحن لنا دور أساسي في هذا بالتأكيد، لا ننسى. تتضرر الكائنات الحية، الإنسان والحيوان والنبات من تلوثه بالتأكيد. نصاب بالأمراض التنفسية، بأمراض الجهاز التنفسي. لذلك يجب أن نقي أنفسنا بماذا؟ بأن نلبس أقنعة على الفم والأنف عند تلوث الهواء. وهي التي نستخدمها الآن، الكمامات، نستخدم الكمامات الآن كثيرا، حتى أيضا لعدم الإصابة بالعدوى. فالهواء الملوث أيضا هو الهواء المصاب المليء بالجراثيم التي تنقل العدوى بين الناس. لذلك وجب علينا استخدام الكمامات لوقاية أنفسنا من هذه الأضرار. لذلك نلبس الأقنعة حماية للجهاز التنفسي من الملوثات، سواء كان هذا بخارا أو غبارا أو دخانا أو روائح كريهة أو مبيدات حشرية أو جراثيم، حتى لا تنتقل إلينا هذه الأمراض. تعمل الدولة على التقليل من تلوث الهواء من خلال إقامة المصانع بعيدا عن التجمعات السكانية. ومثال هنا عندنا منطقة الرصيل الصناعية، وهي خارج المناطق السكانية. لماذا أقيمت؟ حتى لا تنتقل الملوثات بسرعة إلى المناطق السكانية. معنى ذلك أنها لن تنتقل، لا ستنتقل، ولكن بقلة. ولكن ماذا بقلة؟ تخيل أنك تسكن إلى جانب المصنع، ستأتي إليك كل الملوثات. أما إذا كنت تسكن بعيدا، نعم سينقل إليك الهواء بعض الملوثات وليست كلها. وضع قوانين تلزم المصانع بالتقليل من الملوثات البيئية. كيف يتم ذلك؟ يتم ذلك من خلال وضع ما يسمى بالفلاتر على مداخل المصانع حتى تقلل من نعم التلوث. أيضا إنشاء الحدائق العامة المزروعة بالنباتات والأشجار، وذلك لتوفير هواء صحي. لماذا؟ لأن الهواء يتم تنقيته عن طريق النباتات، فالنباتات تأخذ الملوثات وتعطينا غاز الأكسجين فيما يسمى بعملية البناء الضوئي. نعم، هي تعمل يعمل هواء يعمل النبات على
أخذ النواتج كمثل غاز ثاني أكسيد الكربون، فينقي لنا الهواء ويعطينا ماذا؟ يعطينا الأكسجين. فتعمل النباتات على تنقية الهواء من الملوثات، أي أنه يعتبر رئة، نعم النباتات رئة الأرض. مراقبة الخضروات والفواكه التي تصل السوق للتأكد من خلوها من الآفات الزراعية وآثار المبيدات، هذا كل هذه من أعمال الدولة. عندي هنا ما يسمى بالحجر الزراعي، وزارة الزراعة والثروة السمكية تقيم ما يسمى بالحجر الصحي، تأتي إليها الخضروات تتأكد من أنها خالية من الآفات الزراعية والآثار وآثار المبيدات الحشرية التي تؤثر على صحتنا وتنقل التلوث إلينا. هذه كلها أعمال للدولة. نشاط رقم 3 يقول لي أخطأ الإجابة الصحيحة. أساعد في المحافظة على بيئتي نظيفة من خلال استخدم وأصدقائي لنقلنا إلى مدارسنا الحافلة والسيارة. هل هذا يؤدي إلى المحافظة على البيئة نظيفة؟ ركز معي. قلنا مما سبق أن كثرة الحافلات والسيارات يؤدي إلى تلوث الهواء، يبقى لابد من التقليل من ذلك. إذا كانت المدارس قريبة لا نستخدم الحافلة، إلا إذا كان هناك شيء يضر أكثر وهو درجة الحرارة مثلا، عندما تكون درجة الحرارة شديدة لابد أن نستخدم الحافلة. أما إذا كان الجو لطيفا في الصباح، لا توجد هناك أمطار، لا توجد هناك سيول، يمكننا أن نسير على الأقدام إذا كانت المدرسة قريبة من المنزل. ب. أساهم في المحافظة على الهواء نقيا عن طريق قطع الأشجار أم زراعة الأشجار؟ ها، زراعة الأشجار. طب هنا نختار يا شباب معي، نستخدم الحافلة أم السيارة؟ أيهما أفضل؟ نستخدم أنا وأصدقائي الحافلة. لماذا الحافلة؟ لأن الحافلة ستنقل الكثير من التلاميذ، نعم. أما السيارات تنقل عدد أقل، فإذا كثرت السيارات يكثر التلوث بالتأكيد. نعم، فنستخدم الحافلة لأنها تنقل الكثير، فيكون التلوث أقل. أما السيارة فإن السيارات تكون كثيرة. للمحافظة على هواء نقي أيضا، نقطع الأشجار أم نزرع الأشجار؟ نعم، نزرع الأشجار، ده نقطع الأشجار. زراعة الأشجار تساهم في التقليل من التلوث، التقليل، لا تنسى ذلك، التقليل من التلوث. التالي، أحافظ على صحتي من تلوث الهواء عن طريق غسل الفواكه والخضروات جيدا قبل تناولها بالتأكيد، لابد من غسيل، وغسل يدي، لا ننسى غسيل اليد. وضع كمامة على فمي وأنفي عندما يكون الهواء منوثا، وأيضا في هذه الأحوال، في هذه الحالة التي نعيش فيها الآن، لابد عند الخروج من وضع الكمامة على الفم والأنف حتى نحافظ على صحتنا من العدوى، لا ننسى ذلك، لا ننسى. نشاط عندي يقول أتبادل مع زملائي صور الحدائق والمناظر الطبيعية الموجودة في السلطنة، ولا ننسى طبعا حديقة، نعم، الصحو، لا ننسى. عندنا الكثير من الحدائق، لا ننسى أن نتبادل هذه الصور مع بعضنا البعض. هنا يقول أقوم وزملائي بإشراف معلمي بزيارة أقرب مصنع لمدرستي وألاحظ الجهود المبذولة من تلوث الهواء. طبعا في هذه الأوقات لا نستطيع أن نقوم بهذه، ولكن نستطيع أن ندخل على الإنترنت ونتعرف على الجهود المبذولة لتقليل تلوث الهواء من المصانع. نقوم بجولة داخل المنطقة التي نعيش فيها ونتعرف على مظاهر التلوث التي تتعرض له من بيئتي. انظر حولك وانظر هل هناك مصادر، هل هناك مصنع قريب، هل هناك حدائق، من يقوم ببعض الحرائق، هناك الكثير من السيارات داخل المنطقة، انظر أفكر. أخيرا هنا أفكر ماذا يمكن أن أستفيد لو ذهبت إلى المدرسة القريبة من المنزل مشيا كما قلنا من قبل بدلا من استخدام وسيلات نقل. هذا يؤدي إلى تقليل ماذا؟ تقليل التلوث، فأنا بذلك أعمل على تقليل تلوث الهواء وبذلك أحافظ على صحتي وصحة الآخرين، فنحن نقلل التلوث، تلوث الهواء من عوادم ودخان السيارات. ينبغي أن نتشارك جميعا، أن نتعاون جميعا في المحافظة على صحتنا. لا تقل أنني إذا مثلا مشيت بالسيارة كثيرا فهذا
لماذا أنا؟ إذا قللت أنت وقللت أنا وقلل هذا وقلل هذا سيؤدي ذلك إلى تنقية الهواء. نعم بالتأكيد. ابدأ بنفسك، تعود دائما أن تبدأ بنفسك في أي شيء. ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك، وإذا بدأت بنفسك أنت ستكون أنت الصالح، وأنت من أنت القائد الذي يسير الناس خلفه، فيكون لك الثواب من الله سبحانه وتعالى. لا تنسى أن تبدأ بنفسك. أتمنى لكم الصحة والسعادة، إلى أن نلتقي على خير، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.